خلينا نروح واحنا في الامارات، نروح لزميلنا فاروق صلاح من معسكر النادي الاهلي في الامارات علشان نتكلم اكتر عن هذه الامور، واتكلم معاه في كل هذه الامور وايه اللي بيحصل في معسكر الامارات. يا فاروق ازيك يا حبيبي، وحمد لله على السلامه. برحب بيك يا كابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اولا طمنا على احوال الفريق، طمنا على الاجواء بشكل عام. سافرنا السبت وصلنا النهارده الحد، من امبارح للنهارده ايه الاخبار وايه الاجواء؟ يعني في البدايه طبعا بقول لك يا كابتن اسلام الله يسلمك، يعني اجواء مميزه جدا، وتوقيت المعسكر كان مهم جدا، خصوصا يعني مع انضمام لاعب بقيمه اللاعب وسام ابو علي، اللي اعتقد يعني الظروف انضمامه للنادي الاهلي وتواجد هذا المعسكر يعني ساعدت في امور كتير جدا لدخوله في اجواء النادي الاهلي وانسجامه مع لعيب النادي الاهلي. طبعا احنا كان وصولنا بالامس الى مطار دبي، ثم استقلال طبعا حافله والتوجه الى اماره عجمان اللي بتبعد يعني تقدر تقول 45 دقيقه عن مطار دبي. مستر كولر واللاعبين فضل يعني الشغل من اول يوم يعني بدون الخلود للراحه. الفريق يعني ادى اول تدريباته بالامس على ملعب نادي الشرطه بي عجمان، تدريب يعني زي ما انت عارف يا كابتن اسلام موجود معانا مجموعه مميزه جدا من لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي خلال رحله الطيران، وفي مشاهد كتير كده طبعا يا كابتن اسلام وحضرتك يعني واحد من كباتننا اللي عشت هذه الاجواء مع فريق النادي الاهلي. حلقه التواصل اللي بيكون ما بين اللاعبين الكبار واوضه اللبس في النادي الاهلي، يعني تبقى وانت قاعد ما بتستغربش المشهد لما تكون موجود في المطار القاهره وتلاقي الكابتن قفشه مجمع حواليه احمد عبدين ومعتز محمد ابراهيم عبد الحكيم اسلام عبد الله ويوسف سيد عبد الحفيظ، بيتكلم مع اللعيبه بيديهم نصايح. تبص للطاوله الثانيه والمكان الثاني تلاقي الكابتن عمرو السوليه ورامي ربيعه ومصطفى شوبير مع مصطفى مخلوف مع اللاعب فارس خالد مع اللاعب مازن اسامه، مشاهد كتير جدا يا كابتن اسلام دايما تلاقيها جوه النادي الاهلي. اللعيبه الناشئين مش هيبه الامر، لا يعني في مراحل كتير جدا اللعيبه بتعيشها مع اللعيبه الكبار في النادي الاهلي سهلت عليهم هذا الامر. طبعا الفريق ادى التدريب الاول زي ما قلت لحضرتك على ملاعب نادي الشرطه بي عجمان، طبعا كان جزء بدني مع تيتسيان اندويا مخطط الاحمال النادي الاهلي، ثم يعني المران اللي يعني مستر كولر بيركز على بعض الجوانب الخططيه مع اللاعبين، في بعض الامور الفنيه بيتكلم فيها مع اللاعبين يعني بيطالب اللعيبه بالتركيز فيها، تكرار الامر في التدريب اكثر من مره، ثم اختتم المران الاول بتقسيمه قويه بين اللاعبين. زي ما قلت لك من اول يوم يا كابتن اسلام بتبان الامور، يعني في حماس شديد عند اللاعبين، بيقابلوا حماس من اللعيبه المنضمه من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، حماس كل لاعب عايز يثبت نفسه. طيب. مستر كولر يعني في اجتماعه الاخير مع اللاعبين قبل السفر، اتفضل يا كابتن اسلام. قبل ما تكمل في الاجتماع الاخير، لانه الحقيقه طبعا انت عارف دائما ما تطال الاشاعات النادي الاهلي في كل شيء، فقال لك يعني يا جماعه انتوا رايحين تعملوا معسكر بناشئين وبتاع، يعني عايزين نعرف اهميه وجود هؤلاء الناشئين 11 لاعب من الوجوه المبشره داخل النادي الاهلي. انا كان وجهه نظري، ما اعرفش انت سمعتها ولا لا من شويه، اللي انا عارفه انه هؤلاء اللاعبين بيتم تحضيرهم للمستقبل، مين اللي هيكمل، مين اللي عندنا مشكلة في الاستوبر هنجيب عبدين ولا هنجيب معتز ولا هنجيب، عندنا مشكلة في الناحية الشمال فهنجيب فلان، عندنا مشكلة في، صح ولا انا؟ كلام يعني صحيح مليون في المية كابتن اسلام، وخليني يعني استغل وجودي مع حضرتك واحاول اجيب الموضوع من البداية. يعني خليني اقول لحضرتك نقطة في غاية الأهمية، ممكن الكتير جدا من الجماهير يغفل هذا الأمر لكن النقطة دي في غاية الأهمية. خليني اقول لك ان الاختيار اللي تم ما كانش وليد الصدفة، او مثلا مستر كولر قال لك صعدوني مجموعة من اللعيبة الناشئين يعني سوري في الكلمة اكمل بيهم التدريب او اكمل بيهم المعسكر، الكلام ده يعني مش صحيح بالمرة. خليني اقول لك ان القصة كلها يا كابتن اسلام ان في كارلوس، مستر كارلوس ده مطور الأداء ومكتشف المواهب في النادي الاهلي اللي انضم مؤخرا للجهاز الفني للنادي الاهلي بدايه من هذا الموسم، بيتواجد بصوره مستمره في تدريبات لاعبي قطاع الناشئين، طبعا في الوقت اللي بيكون الفريق حاصل فيه على راحه، في ايام بيخلص تدريب مع الفريق الاول وبيجي يتفرج على تدريبات قطاع الناشئين، وبالتالي انا بكون موجود يا كابتن اسلام، حضرتك عارف ان انا غالبيه الوقت بكون موجود في تدريبات قطاع الناشئين، بلاقيه موجود بيدون الاسماء، بيختار الاسماء بناء على رؤيته الفنيه وبيعرض هذه الاسماء على مستر كولر.
الى جانب السياق ان الكابتن خالد بيبو يعني في اوقات بيجي يكون متواجد ايضا في مباريات قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وطبعا اللي سبق وجوده في قطاع الناشئين بيرشح مجموعه من اللاعبين، كابتن بدر رجب، الكابتن محمد شوقي، الكابتن وائل سليمان، بيرشحوا مجموعه من اللاعبين، تم ترشيح اكثر من لاعب. الامور كلها بتخضع للرؤيه الفنيه لمستر كولر. مستر كولر شاف اللعيبه خلال فترات التدريب، عارف احتياجات المرحله ايه. خليني برضو وانا يعني بستغل وجودي مع حضرتك ان انا برضو اوضح بعض الامور الخاصه باللاعبين، بمواليدهم، بمراكزهم، لان زي ما حضرتك قلت انت بتشوف انت عندك نقص مثلا في مركز قلب الدفاع، بتقدر تجيب من خلاله. عندنا ثلاث لعيبه مميزين جدا في قلب الدفاع، احمد عبدين، وده اصغر لاعب موجود في معسكر فريق النادي الاهلي، لاعب مواليد 2006 ولاعب ضمن منتخب مصر للشباب مواليد 2005. طبعا موجود ايضا اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، لاعب مواليد 2003، واللاعب معتز محمد، لاعب مواليد 2005. في مركز الظهير الايمن معتز بيلعب بشمال، ومعتز لعب قبل كده لاعب مواليد بالظبط بالظبط يا كابتن اسلام، معتز بيلعب بالشمال، احمد عبدين بيلعب بالقدم اليمنى. صحيح. تقدر تقول ان مستر كولر بيحاول انه يجهز لعيبه. وخليني برضو اقول لك يعني انا بشوف ان هو واخد، قول لي صح ولا غلط، انا بشوف ان هو واخد 11 لاعب يعني كفريق، باك رايت وباك ليفت واثنين استوبارين واثنين سيرد باكين وهكذا، اثنين استوبارين قصدي واثنين ثمانيه واثنين جناحين وراس كده يعني. بالظبط يا كابتن اسلام، واخد اتنين يعني، واخد في قلب الدفاع ثلاث لاعبين، واخد في المركز ثمانيه واخد اتنين لعيبه، اللاعب احمد طعيمه واللاعب فارس خالد، واخد اتنين في مركز سته اللاعب يوسف سيد ابو حفيظ، واخد اللاعب مصطفى ابو الخير، واخد في مركز الظهير الايسر مازن اسامه واسلام عبد الله، واخد مجموعه في كل المراكز زي ما تقول، تقدر تقول بتكون منهم قوام اساسي. لكن النقطه اللي انا برضو عايز يعني اكد عليها مع حضرتك ان اللعيبه اللي شفناها موجوده في قطاع الناشئين خلال التدريبات اللي شفناها سواء في المدينه في النادي الاهلي في التتش او خلال اليومين اللي مروا على الفريق سواء بالامس او باليوم، تقدر تقول ان مستر كولر بيقول وقت ما احتاج لاعب من دول انا هقدر احطه في الملعب. أيوة. دلوقتي. أيوة. ودي كانت نقطه مهمه جدا، ظروف الملعب ممكن تفرض عليك في وقت من الاوقات ان واحد من اللعيبه دي يقدر يشيل قميص النادي الاهلي ومهمه الفريق الاول. واعتقد دي من اهم الامور المهمه جدا اللي مستر كولر في اجتماعه، يعني النقطه المهمه في اجتماعه الاخير مع اللعيبه، قال لهم الفرصه دي ما بتجيش كتير لما تكون في نادي زي النادي الاهلي، النادي بيلعب دايما على البطوله، لازم تستغل كل دقيقه في المعسكر، لازم تستغل كل ثانيه، لازم تستغل كل تدريبه، كل واحد فيكم محتاج ان هو يقدم لنفسه، لان الفرصه صعب تيجي في الفرقه دي، لازم كل واحد فيكم يستغل هذه الفرصه. الامر ده ادى انعكاس للروح المعنويه عند اللاعبين، اداهم انعكاس ان كل لعيب بيحاول يعني زي ما تقول كده بيقدم نفسه لمستر كولر. لذلك يا كابتن اسلام اعتقد ان هؤلاء اللعيبه المجموعه المميزه دي ان شاء الله تكون نواه حقيقيه للنادي الاهلي خلال فتره قادمه. طيب الدنيا ماشيه ازاي المباريات الوديه؟ انا عارف ان في ماتش يوم الثلاثاء على ما اتذكر، هيبقى الساعه كام؟ الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ مين اللي هيلعب؟ المجموعه كلها ايه اللي هيحصل؟ تمارين صبح وظهر ولا الصبح بس؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني خليني قبل ما اقول لحضرتك كابتن اسلام على موضوع المباراه، في نقطتين مهمين جدا سواء شفتهم في التدريب بالامس او اليوم. انتوني موديستا كابتن اسلام، وعايز اقف عنده انتوني موديستا اللي يشوفه خلال ما قبل مباراه مودرن فيوتشر، ده حاجه تانية خالص مختلفه تماما عن انتوني موديستا بعد مباراه فيوتشر. الهدف والفوز والبطوله امام فريق فيوتشر فرق كتير جدا مع انتوني موديستا، مع نفسه ومع علاقته باللاعبين ومع الجهاز الفني. يعني خلال التدريب بالامس او باليوم في شراسه عند انتوني موديست في الالتحامات، في شراسه في يعني في الضغط على اللاعبين، في لياقه بدنيه مختلفه تماما. فتره الاجازه اللي حصل عليها اللاعبين انتوني موديست كان شغال على برنامج تاهيلي مهم جدا، ايضا علاقته مع وسام ابو علي، وسام ابو علي اللي في يعني تقدر تقول في وقت قصير جدا بدا يدخل في الاجواء سريعا. المشهد الثاني هو اللاعب كريستو، يعني مستر كولر اجتمع مع كريستو وقال انسى خالص اي كلام بيتقال. وطبعا حضرتك زي ما بتقول يا كابتن اسلام دايما المصداقيه بتكون من خلال قناه النادي الاهلي، من خلال اداره اعلام النادي الاهلي، اي كلام بيثار على السوشيال ميديا كلام غير صحيح. قال له انت واحد من العناصر اللي انا محتاجها. كريستو راجع من الاصابه بفورمه اكثر من ممتازه امبارح، يعني اكثر من مشهد، اكثر من لقطه، اكثر من كوره، يعني بكامل التركيز. وكريستو واحد من اللاعبين اللي عودته من اصابه هتكون اضافه قويه للنادي الاهلي. طاهر محمد طاهر بيظهر بشكل
ويعني بطريقه لمستر كولر بيوظفه في اكثر من مكان، فاعتقد مكاسب متعدده هتكون من هذا المعسكر. المباراه الوديه كابتن اسلام، اول مباراه ان شاء الله هتكون امام فريق الاخدود، ودي هتكون يوم الثلاثاء يوم 23، هتكون في تمام الساعه الخامسه بتوقيت الامارات، الثالثه بتوقيت الخامسه بتوقيت الامارات، السادسه بتوقيت القاهره. المباراه الثانيه هتكون يوم الجمعه يوم 26 امام فريق حتى فريق في الدوري الاماراتي، هتكون ايضا في تمام الساعه الخامسه بتوقيت الامارات، الثالثه بتوقيت القاهره. الفريق بيستأنف تدريباته يعني فتره تدريب واحده، الفريق بيبدا يومه كابتن اسلام الساعه 10، بيكون وجبه الفطار ثم وجبه الغداء في تمام الساعه الواحده. التحرك لملعب التدريب اللي بيبعد عن مقر الاقامه ب 10 دقائق بيكون في تمام الساعه الثالثه، ثم التدريب بيكون في تمام الساعه الثالثه والنصف. ده البرنامج اللي هيكون للفريق غدا باذن الله. وجبه الغداء بتكون في تمام الساعه السابعه والنصف. خليني اقول لك برضو ان في دور مهم جدا قايمه بيه الشركه المنظمه لمعسكر النادي الاهلي، اللي كان كلامهم مهم جدا. احنا بندور على ارتباطنا باسم النادي الاهلي، اللي بيدور على النجاح بيدور على رقم واحد، ويعني الكلام اللي بيتقال منهم لما تيجي تدور على رقم واحد في الشرق الاوسط وافريقيا اكيد هو النادي الاهلي. اللي احنا بنتمنى في كل الوقت ان احنا نرتبط باسم النادي الاهلي ونكون بنسير مع النادي الاهلي على نفس الخطوط. هيكون في اوجه اطر تعاون مستقبليه من خلال التعاون مع النادي الاهلي، يعني الشركة المنظمة لمعسكر النادي الأهلي والراعي الرئيسي لمعسكر النادي الأهلي قايمين بدور مهم جدا مع بعثة فريق النادي الأهلي. أجواء مميزة، درجة الحرارة هنا أيضا مميزة كابتن إسلام، فأعتقد بردود هذه الأمور يكون يعني ظاهر على اللاعبين خلال الفترة القادمة. يعني عايز برضو أستغل كابتن إسلام لو الوقت يسمح مع حضرتك، اتفضل، ان احنا كنا بنطمن من خلال الدكتور احمد جاب الله، على الرغم طبعا من وجوده هنا في معسكر النادي الاهلي وانشغال الجميع طبعا المعسكر، لكن متابع مع اللعيبه اللي بتؤدي البرنامج التاهيلي هناك في القاهره، سواء اللاعب رضا سليم، عبد القادر، هؤلاء اللاعبين، خالد عبد الفتاح. خليني اكد لك ان شاء الله جاهزيه هؤلاء اللاعبين يكونوا جاهزين ان شاء الله للمباراه، مباراه الاهلي اللي هتكون امام فريق شباب بلوزداد، يعني تقدر تقول بنسبه يعني 100% يكونوا جاهزين للمشاركه مع النادي الاهلي في المباراة. قبل طبعا يعني المباراة هيكون فيهم اجزاء منهم في المران الجماعي، الاشاعات اللي بتتم، الفحوصات اللي بتتم اللاعبين، باكد لك خلاص يعني اقتربهم من عودة للتدريبات الجماعية للنادي الاهلي، ويكونوا عودتهم مع ان شاء الله اضافة قوية جدا لفريق النادي الاهلي. وسام ابو علي اخباره ايه؟ يعني بص يا كابتن اسلام، احنا مش عايز اسبق الكلام، لان احنا دايما بنقول بننتظر المباريات الرسميه، لكن من اللي انا شايفه في التدريب، من يعني من اللي احنا شايفينه في علاقته مع اللاعبين، لعيب مهم جدا، لعيب مميز، اضافه قويه جدا. في نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، يعني طبعا مش هينفع اتكلم في الكوره وحضرتك موجود، لكن وسام ابو علي واحد من اللعيبه اللي عارف اقصر طريق من خلاله اوصل للمرمى. امبارح كان في مشهد، اكتر من مشهد بينه وبين مصطفى شوبير، مباراه ثانيه ما بينه وما بين مصطفى شوبير في التقسيمه، يعني ومصطفى شوبير تألق وشال اكتر من هدف من وسام ابو علي، لكن وسام ابو علي طبعا يعني مره في كوره والتانية مصطفى شد يعني يشيل كورتين ووسام يحط كورتين، فكان في نديه شويه ما بين مصطفى ووسام ابو علي. لعيب مميز جدا، قراراته مهمه جدا. مستر كولر بعد التدريب وقف اتكلم معاه، مخصص فقره ايضا لتسديد ركلات الجزاء بيبقى يكون فيها وسام ابو علي، فيها طاهر محمد طاهر، فيها حسين الشحات، من اللعيبه اللي بتظهر بشكل مميز في الكرات الثابته والركلات الجزاء اللي في بعد التدريب. اعتقد اضافه قويه لفريق النادي الاهلي، مستر كولر بيتكلم معاه بصفه مستمره، بيديله تعليمات. اعتقد يعني ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه اللي هتضيف للنادي الاهلي، ونادي الاهلي هيضيف له باذن الله يا رب. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من الامارات. زي